أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك عقيدة مهمة جدا لأي مسلم لابد، ولأي إنسان لابد أن يعتقد هذه العقيدة، لأنها قد ركز عليها القرآن وأيضا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي عقيدة العلو والاستواء، استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. ومعنى استوى هنا أي على وارتفع، كما أجمع على ذلك السلف الصالح والعلماء والأئمة الأربعة. والعلو أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى عال فوق عباده، كما قال جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده. وكما قال الله عز وجل عن الملائكة عليهم السلام: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. كذلك يا جماعة، الإنسان إذا دار يدعو فإنه يرفع يديه إلى أعلى، إلى السماء، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان دائما إذا أراد أن يدعو يلصق كفيه، يلصق كفيه هكذا ويجعلهما حيال وجهه، وقيل حيال صدره، يعني قصد صدره أو قصد وجهه. وكانت هذه الحالة الغالبة في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يرفع يديه هكذا. وأحيانا في حالة الكرب الشديد أو في حالة الحرب وشدة الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه هكذا ويجعل كفيه تجاه الأرض، وأحيانا كان يرفعها هكذا ويجعل كفيه تجاه السماء، يرفع هكذا هكذا حتى يرى بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. كل هذه أدلة تدل على أن الله في السماء. ومن الإيمان، من الإيمان، بل هي علامة من علامات إيمان الإنسان، أن يعتقد أن الله في السماء، كما جاء في صحيح مسلم من رواية معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه، وهذا صحابي جليل، أنه كانت له جارية ترعى غنما له قبل أحد والجوانية، فجاء ذيب فأخذ منها بشاة فصكها صكة، يعني ضرب كف، ثم أنبه قلبه وأحس بالذنب، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فحكى له القصة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعها لي. نادي عجيبة. فجاءت الجارية، والجارية هي الفتاة الصغيرة التي لم تبلغ، فجاءت الجارية فقال لها: يا جارية، أين الله؟ قال لها: أين الله؟ ده منو يا جماعة؟ ده رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي سأل بقوله أين الله، يعني السؤال بقولك أين الله دي سنة، سنة سألها وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما يجوك جماعة الترنقع عباد القبور قل لك: لا، ما بيجوز تقول أين الله، الرسول قال أين الله، الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جاء في صحيح البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فإني أعلمكم بالله،
وأخشاكم لله وأتقاكم لله، أعلم البشر بالله عز وجل وأعلم الناس بالله تبارك وتعالى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ما يجي يغشك واحد فكي بتاع بخراس هاي وراسه كله مخاتم يا حياة، يجي يغشك يقول لك ما تقول أين الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال للجارية أين الله؟ وما بعد يغشك تاني يقول لك الحديث مضطرب. وينه مضطرب؟ ما في أحد من السلف ولا يوجد أحد أبدا من علماء الحديث والمصطلح أبدا قال إن هذا الحديث مضطرب. قال واحد صوفي بليد اسمه الكوسري، ده ما عالم، ده بتاع قبور ساكت، أنا بتكلم عن العلماء، ما في أحد من العلماء قال هذا الحديث مضطرب. ونتحداهم عباد القبور والفكية والدجالين ديل، نتحداهم عرفوا لنا الحديث المضطرب. عرفوا ما هو تعريف الحديث المضطرب وما هو الحديث المضطرب؟ ده موضوع طويل. المهم، فالحديث صحيح وهو بصحيح مسلم ومسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد ابن حنبل وغيره. قال لها أين الله يا جارية؟ قالت الجارية في السماء. وفي رواية قال أشارت إلى السماء. الجماعة قالوا الحديث مضطرب، جماعة ساكت ما علماء، جماعة قال تعن بخراتهم من حياة واحد فيهم عالم ما في، قالوا الحديث مضطرب، قالوا لأنه في رواية قالت بخشمة في السماء، وفي رواية قال أشارت إلى السماء. الجمع أولى من الترجيح، لكن البغني عديك شنو. المهم، فالجمع العلماء قالوا أنها قالت بلسانها في السماء وأشارت بيدها. يعني كيف يعني؟ قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم يا جارية أين الله؟ قالت في السماء. في السماء في تعارض؟ ما في تعارض أصلا، لأن الحديث المضطرب تعريفه عند أهل المصطلح إذا جاء الحديث بألفاظ مختلفة واستحال الجمع بين الروايات وتساوت الروايات بالصحة من راو أو أكثر فإنه مضطرب واقترابه موجب لضعفه. هل هنا يستحيل الجمع بين الروايات؟ ده التعريف. هل يستحيل الجمع بين الروايات؟ قالت في السماء وفي رواية أشارت بيدها، ممكن يجمع بيناتهم ولا ما ممكن؟ ممكن، لأنه قالت في السماء ورفع شنو يا جماعة؟ بعد ما سأل أين الله وقالت في السماء سأل السؤال الثاني، قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال إنها مؤمنة فأعتقها يا رجل. إذا من الإيمان أن تعتقد أن الله في السماء، ومن الإيمان أن تسأل أين الله، ومن الإيمان أن تجيب بأن الله في السماء. وبهذا نطق القرآن، القرآن دي السنة، نمشي للقرآن. القرآن قال الله تعالى في سورة الملك أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ده كلام ربنا. أما كلمة في السماء، في دي في حرف في السماء، ما معناته جوا السماء ولا معناته بين السماوات السبعة، لما المعنى ما كده يا جماعة، زي ما بيفهموا عباد القبور والفكية والسحرة والدجالين. في لغة القرآن لغة العرب، في بمعنى على، بنص القرآن ذاته، بنص القرآن. واعلم أن أعلى نوع من أنواع التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، وأن يفسر كلام الله عز وجل بكلام الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى قال عن فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع النخل يعني جوا يعني، ولا بيربطهم على الجذوع ببره في ظهر الجذوع عليها، إذا في بمعنى على. ربنا سبحانه وتعالى قال فامشوا في مناكبها، السعي في الرزق والسعي في الهداية. ربنا قال فامشوا في مناكبها، يعني خجوا الوطا، خجوا الوطا كده براسك، لا، فامشوا في مناكبها يعني على شنو يا جماعة؟
على مناكبها على أطرافها. ربنا سبحانه وتعالى ذكر آيات كثيرة جدا في القرآن تدل على أن في بمعنى شنو؟ ربنا قال فسيحوا في الأرض، فسيحوا في الأرض يعني جوا الأرض، لا في بمعنى على يعني على الأرض، هكذا لغة القرآن. فقوله تعالى أأمنتم من في السماء يعني على السماء مش جوا السماء زي ما بيفهم ذاك عمك الساحر الدجال، لا في السماء يعني على السماء. بعدين شوف الناس المتناقضين كيف، عليك الله انتبه للنقطة دي، ودي نقطة بتنسف لك أي ساحر ودجال وبتاع بخرات من حياة. نقطة واحدة بس، الجماعة دول قالوا الله ما في السماء، لا يمكن يكون في السماء، لأنه لو جوا في السماء معناته في السماء. طيب هايتوا بتقولوا شنو؟ قالوا الله في كل مكان، يا في ذات، وبدل قالوا ما في السماء، لكن قالوا قاعد في كل مكان، في كل مكان، في البيت، في الحافلة، في الحمام. عرفت كلامي؟ عرفت كلامي كيف؟ فنزهوه عن شيء أثبته لنفسه وأثبتوا له شيئا هو كفر بالله سبحانه وتعالى. قالوا الله في، جابوا في ذاته، نفسي في، في كل مكان، جوا الميكروفون، جوا الحمام، جوا الصيلون، جوا بطن الحمار، جوا الخنزير، جوا البشر. عشان كده الناس اللي بيقولوا الله في كل مكان اصلا دي عقيدة الحلولية والاتحادية، ناس محي الدين ابن عربي الذي قال وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في الكنيسة. لا قال كده، لأنه يعتقد الله في كل مكان، الله داخل الخنزير، الله داخل الكلب، الله داخل الكنيسة، الله داخل الراهب، الله داخل الحمار، الله داخل الحمام، الله داخل المرحاض. دي العقيدة بتاعت عباد القبب والقبور هؤلاء. بعدين روى الإمام البخاري في الأدب المفرد والإمام أبو داود عليهما رحمة الله في السنن بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء سبحانه وتعالى. وكذلك روى الإمام البخاري والإمام مسلم عليهما رحمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا حين يبقى الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. قال النبي صلى الله عليه وسلم وذلك كل ليلة. ومعلوم أن النزول يكون من أعلى إلى أسفل، أما الصعود يكون من أسفل إلى أعلى، كما قال تعالى في القرآن الكريم إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والناس اللي بينكروا إنه الله في السماء ديل ذاته، الواحد يصلي بالناس أول ما يسلم ما بسبح ذاته، الفاتحة الفاتحة، الله يفتح راسك، وطوال يرفع الدوين، بيرفع الدوين بيرفعها فوق ما بينزلها تحت، لأنه الفطرة جوا عينه، جوا عينه إنه الله عز وجل في العلو سبحانه وتعالى. ما شفتوه؟ الفاتح الفاتح يرفع فوق. طيب ما تقول الفاتحة داخلها تحت، ليه ترفع فوق؟ ليه؟ لأنه جوا مخك، جوا مخك أن الله بالسماء. لكن متابعة للحلولية والاتحادية إنه بتقول ربنا في كل مكان، جوا اللوضة، جوا الحمام، جوا الصيدلية، جوا الحفلة. لذلك قال الإمام أبو حنيفة النعمان قال من أنكر أن الله بالسماء فهو كافر. وقال الإمام مالك رحمه الله الله بالسماء لا تخفى عليه منا خافية. والأثرين ذل أثر الإمام أبو حنيفة وأثر الإمام مالك رواهما الإمام الذهبي في كتابه العلو. أنت بتعرف العلو؟ في كتابه العلو عليه رحمة الله سبحانه وتعالى. العلو كتاب يتكون من جزئين من مجلدين، وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الدين وهذا هو الإسلام، وكل القرآن وكل السنة يدلان على عقيدة العلو والاستواء
التي قال الله تبارك وتعالى عنها: الرحمن على العرش استوى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. لعل الصلاة يعني جات، ونترك فرصة للناس يمشي يتوضوا ويدركوا الفرض الواجب.